ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الخميس 3 نوفمبر 2022. هتبتدي تشعر بإلهام كبير علشان تنشئ توازن أكبر في كل أنماط حياتك. كل ده هيديلك شعور بالتعب يعتبر مبطئ جدا في اليوم ده. هتديلك النهاردة أفكار جديدة هتبقى فيها طاقة كتيرة، لكن بس ما تحاولش إنك تمشي بعيد بسرعة كبيرة. حاول تضبط نفسك اكتر خاصة على المسافات البعيدة في يومك ده. بالنسبة لك النهاردة عاطفيا يا جدي، لو اقمت علاقة جديدة او حتى مشيت في طريق انك تعزز علاقة قايمة انت فيها، مش هتكون دي مشكلة بالنسبة لك. كل صداقاتك وكل وحدتك هتكفي علشان تخلي شريك حياتك يبقى مبسوط دايما. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، مهنيا هتكون قادر علشان تعمل جدال سليم من أجل كل مصالحك الخاصة، حتى لو ما كنتش حريص بشكل خاص على أنك تقوم بكل ده. بالنسبة لك النهاردة، كل الجهود اللي انت بتبذلها في اليوم هتتوج كلها بالنجاح، فما تفكرش كتير في انك تمسح كل الألواح اللي قدامك النهاردة، ممكن تبقى كلها نظيفة. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية الأولى مواليد 22 ديسمبر ل2 يناير. علاقاتك دافية جدا ومتواطئة جدا. انت النهاردة اكتر مرونة من المعتاد، هتميل لانك تتابع كل مشاريعك بشكل واضح. هيعود عليك الفضل في كل ده لكل رصيدك، وخاصة لو ما كانتش الاهداف المعنية غامضة ليك او حتى خيالية في الفترة دي. بالنسبة لك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية التانية مواليد 3 يناير ل11 يناير. هتبتدي تشعر بفرملة كبيرة بالنسبة ليك بسبب سماء تقيلة ليك. حدسك النهاردة سليم جدا، لازم تساعدك البصيرة دي في انك تدور على مجادلات كتيرة هتعبر بيها، مجزية جدا ليك. هتبتدي تشعر بامكانيات كتيرة انك تغير وتعبر فيها، هتجلب ليك تجديد كتير انت كنت حابب انك توصل لي. بالنسبة ليك النهاردة يا جدي، توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 يناير ل20 يناير. هتقوم السما النهاردة بانها تقطر الطاقات اللي عندك المثالية علشان تتعامل مع كل القرارات العظيمة وتزيد الوعي حول كل الحاجات اللي مفروض انك تغير حياتك من خلالها وتسهلها على مستواك الاجتماعي. انت النهاردة تحت تأثير حلو، مصمم على انك تجري تغيرات كتيرة لازمة في الوقت ده. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر هيبقى في برج الحوت، وده هيخلينا في جو مشوش جدا، وحتى هنبقى غير منظمين. عندنا ردود فعل عاطفية جدا، عندنا ضعف في شوية من الحركة اللي عندنا، وفي حتى تقلل من الحس السليم اللي بنواجهه في يومنا ده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.